هنكون واقفين منتظرين تقريبا من ربع ساعة لنص ساعة نجيب أولادنا ونمشي، بس هندخل هنقابلهم بابتسامة، مش ندخل نجيبهم وهم هيموتوا من العياط جوه. ليه؟ علشان خايفين من المشهد اللي هم شافوه، وخايفين من التتار اللي فجأة هجموا عليهم. ياريت كل واحد يشارك الفيديو ده على أوسع نطاق. كلمتين مهمين جدا، ياريت كل أولياء الأمور وإدارات المدرسة تسمعهم وتركز فيهم. طبعا كلنا عارفين ومشاهدين وعايشين الواقع لما كل ولي أمر بيروح يجيب ابنه من المدرسة، خاصة المرحلة الابتدائية، لأن هم بيعتمدوا على أولياء الأمور إن هم يوصلوهم. طبعا كلنا عارفين إن المراحل التانية ما فيهاش أي مشاكل لأنهم بيروحوا بنفسهم، لكن الأطفال الصغيرين اللي في كيجي أو في سنة أولى ابتدائي أو تانية أو تالتة، اغلب اولياء الامور هم اللي بيروحوا يجيبوهم. بنيجي وقت المرواح، لما الاطفال يروحوا بيحصل تكدس رهيب على بوابات المدرسه، قله نظام وقله وعي من اولياء الامور واداره المدرسه، يعني الاثنين مشتركين في الموضوع. بمعنى وقت الخروج بنلاقي اولياء الامور كلهم وقفوا على الباب بتكدس رهيب، لدرجه ان مفيش عيل منهم بيعرف يخرج. وحضراتكم كلكم شفتوا الكلام ده في اول يوم وتاني يوم، وشفتوا الفيديوهات اللي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، وشفتوا ان في بعض الناس بدأت تدور على أولادها يوم كامل عشان تعرف هم راحوا فين، وفي بعض الناس اللي قعدت ساعة وساعتين وتلاتة في المدرسة وهم مش لاقيين أولادهم. وانهيار الأطفال من العياط بسبب الخوف اللي هم كانوا عايشينه، هم كانوا خايفين إيه اللي بيحصل برا، هو إيه الناس دي كلها هجمت علينا، هم مش عارفين إن أولياء الأمور دول أبهاتهم وأمهاتهم مدخلين علشان يجيبوهم. شوف أنت بقى وأنت داخل تجيب ابنك تلاقيه هيموت من العياط، ليه؟ علشان هو خايف وقلقان من اللي بيحصل. ليه نحط نفسنا في موقف زي ده او نعرض حياة اولادنا للخطر؟ ليه ما يكونش فيه نظام من كل مدرسة من الادارة لانصراف الطلاب؟ يعني مثلا سنة اولى الساعة 12:30، سنة تانية الساعة 1، يكون بين كل فصل نص ساعة او ربع ساعة بحيث ان ما يحصلش تكدس رهيب على البوابات. ليه اولياء الامور كلهم ما يبعدوش عن الباب ويقفوا طابور، سواء كان الرجال او النساء، كل جنب لوحديه، ويسيبوا البوابة فاضية علشان اللي يعرف يدخل يدخل ويجيب ابنه ويخرج بسرعة؟ تقريبا ربع ساعة او نص ساعة لو وقفناها بنظام كلنا هنجيب اولادنا وهنروح، بس في الاخر هنكون حافظنا على نفسنا وعلى اولادنا. الادارة الصح هي اللي تقدر تخطط صح، هي اللي تقدر تنفذ التخطيط بتاعها صح، واللي بيستجيب ليهم اولياء الامور. علشان كده هنكون في امان لو قدرنا ان احنا نخطط وننفذ صح. هنكون واقفين منتظرين تقريبا من ربع ساعة لنص ساعة نجيب أولادنا ونمشي، بس هندخل هنقابلهم بابتسامة، مش ندخل نجيبهم وهم هيموتوا من العياط جوه. ليه؟ علشان خايفين من المشهد اللي هم شافوه، وخايفين من التتار اللي فجأة هجموا عليهم. ياريت الرسالة تكون وصلت، وياريت كل واحد يشارك الفيديو ده على أوسع نطاق.